سنتحدث اليوم عن آفاق التسوية السياسية مع الميليشيات الحوثية الإنقلابية. بدأت ترشح كثير من الأنباء عن تسوية سياسية وفق أطر اقتصادية مهمة. يعني قراءتك للواقع الحالي أستاذ موسى؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك وبالمشاهدين. نعم، أقول أنه بالفعل الوضع الحالي أو الفترة الأخيرة وما حصل من تطورات اقتصادية جذبت المسير أو اتجهت بالمسير بالتسوية نحو هذا الجانب، باعتبار أن الأحداث الأخيرة والقرارات وما تبعها من اتفاقات سياسية تركزت كثيرا على اعتبار القضية الاقتصادية، وهي في 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 الحقيقة لو أحسن استخدامها والتفاهم حولها ستشكل مدخلا حقيقيا لتفاهمات سياسية في البلد، على أساس أن الموضوع الاقتصادي حاليا هو المسيطر على الوضع الاقتصادي في البلد، سواء في مناطق الحكومة أو في مناطق سيطرة الميليشيات، هو الذي يتحكم تقريبا في الوضع الشامل، وخاصة أن الوضع العسكري تقريبا يكاد يكون متوقفا حاليا لفترة وإن كان غير معلن، فيصبح البديل هو الوضع الاقتصادي. فإن أجيد استخدام القضية وأجيد التفاهم حولها وكانت هناك نية للوصول إلى تفاهم سياسي وخاصة من قبل الميليشيات الحوثية ستكون بوابة للتفاهمات السياسية وستشكل مدخلا مناسبا سيقود اليمنيين إلى بر الأمان بإذن الله. بطبيعة الحال أستاذ موسى، نحن نعرف مدى تعنت هذه الميليشيات وربما لا تأخذ مسار التسوية السياسية وعملية السلام بجدية أكبر، لكن فكرة المداخل الاقتصادية والوصول لتسوية سياسية مع هذه الميليشيات أليس تنازل كبير من قبل الحكومة الشرعية؟ هنا نتحدث أولا عن قضيتين، القضية الأولى بالفعل يعني تعنت الميليشيا وتاريخها في هذا الجانب وتاريخها من نقض الاتفاقات ومن إضاعة الفرص التي أتيحت لها للدخول في أو ركب السلام، هناك تاريخ واسع في هذا الجانب، وهذا ما يخوفنا بالفعل سواء هذه الجولة أو الجولات السابقة التي عرفنا فيها الميليشيا. ففكرة الحكومة الشرعية وقبولها بالتفاهمات التي تتم مع الجماعة بالطريقة الاقتصادية قد تفهم بالفعل او تبدو ظاهريا كتنازلات، لكنها يمكن ان نحن نعبر عنها انها اتاحه فرص. صحيح انه الاوراق الاقتصاديه التي بيد الحكومه والتي كانت اعلنت عنها كقرارات هي اوراق ضغط قويه، واعتقد انه لم تجبر اصلا الميليشيا للجلوس على طاوله الحوار هذه المره الا بعد استخدام الورقه الاقتصاديه بشكل مضبوط وبشكل جيد من قبل الحكومه الشرعيه. صحيح القرارات التي تم توقيفها لم تؤدي غرضها بشكل مباشر، لكنها ادت غرضها انها الزمت هذه الجماعه على العوده الى طاوله الحوار بعد ان كانت تتعمد في ذلك وكانت تضع شروطا اخرى ليست واقعيه ورفضت كل الجولات واخرها مسقط التي لم تصل نتيجه نذكر. فهذه القرارات التي قد يعتقد الناس انها توقف عنها تنازلت، لكنها الزمت الجماعه بالوقوف، وهذا الجانب المضيء لهذا الضغط الاقتصادي. فالورقه الاقتصاديه التي استخدمتها الحكومه مؤخرا واستطاعت ان تحقق بعضا من الحراك في الجانب السياسي، على اعتبار ان هناك فتره طويله من المرات خلال اشهر طويله او ربما اكثر من عام لم يشهد الوضع السياسي اي تحول، لم يحصل اي تغير في الوضع السياسي وهناك ركود غير مبرر، فكانت هذه الورقه الاقتصاديه التي استخدمت حركت الوضع وتحرك المجتمع الدولي. صحيح انه مارس ضغوطات غير اخلاقيه على الحكومه، لكنه في الاخير تحرك ايضا للدفع بالعمليه السلام للوصول الى بر الامان. قد نواجه المشكلة القديمة الجديدة وهي تعنت الميليشيات التي واجهناها سابقا وقد نواجهها في كل جولة، لكن تظل فرصة متاحة لعل هناك صوت للعقل أو لعل بعض نية تظهر لدى هذه الجماعة ويمكنها تستفيد من الفرصة، مع أن تجاربنا معها سيئة طوال الفترات الماضية ولم نشهد منها هذه النية الصالحة.